ايضا رشا طالب رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة المشرفة على المنتخبات الوطنية النسوية كان لها هذا الحديث لاستوديو الملاعب من المغرب عن طبيعة هذا المعسكر وقادم المنتخب الوطني. وصل المنتخب الوطني للسيدات للصالات ليلة أمس إلى مملكة المغرب لخوض المعسكر التجريبي ومباراتين وديتين دولية مع منتخب المغرب للصالات بعد أن خضع إلى معسكر في محافظة السليمانية لمدة 10 أيام وكان معسكر ناجح بكل التفاصيل والدعم موجود لا محدود من الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم المتمثل بالسيد رئيس الاتحاد المحترم والسادة النواب والأعضاء المحترمين. هذا المعسكر يتم في كل يوم وحدتين تدريبية إضافة إلى بعض الأيام فيها جيم ومباراتين ودية تم تسجيلها من قبل الاتحاد الدولي ومعترف فيها. إن شاء الله نتمنى التوفيق في قادم الأيام للمنتخب وسوف يخضع إلى معسكر تدريبي في إيران إن شاء الله وعلى تواصل مع دولة الكويت لإجراء معسكر آخر. نتمنى التوفيق ونتمنى أنه يحقق أهداف المنتخب في تصفيات آسيا اللي نشارك بها لأول مرة في تاريخ العراق وفي تاريخ كرة القدم للصالات للسيدات وكلنا أمل باللاعبات وبالكادر الفني وإن شاء الله توفيق من رب العالمين.